السلام عليكم حبايبي، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في محاضره جديده. ان شاء الله المحاضره دي مهمه قوي قوي. طبعا نزل لكم محاضره هي كانت تبع المنهج اللي كان نزل ولكن اتغير، ولكن ما فيش منها خساره ان شاء الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنتكلم ان شاء الله في المحاضره دي او في المحاضره دي واللي بعدها عن شويه حاجات مهمه جدا جدا جدا، وهي القواعد بتاع يونت 1. عندنا في يونت 1 جايب لنا اول حاجه الباست سامبل، تاني حاجة الباست كونتينوس، تالت حاجة الباست بيرفكت، رابع حاجة البريزنت بيرفكت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنقولهم هنشرحهم، هجيب لك كل التركات كل الافكار كل حاجة ممكن هو ان شاء الله يجيبها باذن الله رب العالمين، هجيبها لك ان شاء الله رب العالمين. ركز معايا وصحصح معايا، كوباية شايك كوباية قهوتك براحتك وركز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول طبعا هنبدأ ان احنا عندنا اول حاجة اسمها الباست سيمبل. يعني ايه باست سيمبل؟ ده اللي هو الماضي البسيط. طيب الماضي البسيط، الماضي البسيط ده يعني ايه؟ احنا عارفين من زمان ان الماضي البسيط ده يعني تصريف تاني. يعني ايه تصريف تاني؟ يعني الفعل اللي فيه دي، ولكن في افعال غير قياسيه زي مثلا بوت بتبقى بوت، زي شات بتبقى شات، زي ريد بتبقى ريد. دي طبعا كلها افعال غير قياسية. صلى على النبي. أنا عندي الماضي البسيط تمام، النفي بتاعه إزاي؟ بيكون السبجكت بلس didn't بلس انفينيتيف. تاني طريقة السبجكت بلس نيفر بلس الفعل في التصريف التاني. دي تاني طريقة للنفي بتاع الماضي البسيط. السؤال بتاع الماضي البسيط اللي يس اور نو كويستشن بيكون did بلس السبجكت بلس الانفينيتيف. طيب السؤال ال WH question بيكون ال question word يعني كلمة الاستفهام بلس did، نفس التركيب هرصه هنا بلس did بلس السبجكت بلس الانفينيتيف. ده طبعا السؤال ال WH والسؤال ال yes or no question. المبني للمجهول اللي هو الباسف بتاع الماضي البسيط بيكون ازاي؟ انا ببدأ عندي بالاوبجكت اللي هو المفعول بلس was or were بلس البي بي اللي هو التصريف الثالث للفعل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. على سبيل المثال ان انا مثلا هقول لك هنا I read two books yesterday، انا قرات كتابين بالامس. طيب دي اول حاجه عندنا في الماضي البسيط، انا كونت لك اهو فاعل تصريف ثاني وبعدين المفعول. لو انا عايز انفي الجمله فهقول لك I didn't read two books yesterday، يعني انا ما قراتش كتابين امبارح. عايز اعمل لك سؤال هقول لك did you read two books yesterday، هل انت قرات كتابين بالامس؟ طيب ده سؤال طبعا question word. لو انا عايز اعمل لك سؤال WH فاقول لك what did you read yesterday، يعني انت قرات ايه بالامس؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. طيب لو انا عايز اعمل لك باسيف يعني مبني للمجهول، اهو ده مبني للمجهول. لو انا عايز اعمل لك باسيف فانا هقول ايه؟ هقول تو بوكس، هبدا طبعا انا قرات كتابين، انا قرات، انا فاعل يعني سبجكت، بعدين ده الفيرب اللي هو الفعل، بعدين ده الاوبجكت هو المفعول. هبدا هنا بتو بوكس. المستر قال لي ان المبني للمجهول او الباسيف بتاع الماضي البسيط بيكون مفعول ووز اور وير تصريف ثالث، يعني هنا المفعول اللي هو تو بوكس هتاخد طبعا وير لانها جمع، يبقى وير ريد يسترداي، يعني كتابين تم قراءتهم بالامس. طيب صلى على اللي بيشفع فيه. ايه هي استخدامات الماضي البسيط؟ الباست سيمبل ليه استخدامات؟ طبعا ليه استخدامات. ايه استخداماته؟ عندي اهوت الماضي البسيط استخداماته اللي هي اليوزز بتاعته. اول حاجة عندي حدث تم في الماضي وانتهى، حدث تم في الماضي وانتهى، حلو جدا جدا. تاني حاجة عندي مع اف في الحالة التانية، يعني ايه مع اف في الحالة التانية؟ انا عندي اف الشرطية اللي هي معناها اذا او لو في الحالة التانية، بتكون ايه او بيكون تركيبها ايه؟ بيكون عندي اف بلس الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط بلس سبجكت بلس وود بلس الانفينيتيف. يعني اقول له ايه؟ اقول له على سبيل المثال if you trained you would succeed،
انا هنا عملت ايه، انا هنا جبت له اف الشرطيه اللي هي معناها اذا او لو، جبت له بعدها جمله ماضي بسيط فاعل والتصريف الثاني، بعد كده جبت له فاعل وضو بعدين الانفينيتيف. صلى على اللي بيشفع فيه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ثالث استخدام عندنا للماضي البسيط هنا سرد قصه، يعني انا بحكي لك قصه في الماضي طبعا. رابع استخدام عندنا مع الماضي البسيط احداث متتاليه في الماضي، وده مهم، ركز في الحته دي كويس قوي قوي قوي. اهو احداث متتاليه في الماضي وده مهم. يعني ايه احداث متتاليه في الماضي؟ بص يا سيدي، اكلت بعدين ذاكرت بعدين نمت، احداث متتاليه، اكلت بعدين ذاكرت بعدين نمت، مفيش بينهم رابط، يعني مفيش رابط بيربط الجمل دي، مفيش رابط بيربط الاحداث دي، لا ده انا اكلت وبعدين ذاكرت وبعدين نمت، مفيش رابط. في الحاله دي ان احداث متتاليه بستخدمهم كلهم ماضي بسيط، تاني بستخدمهم كلهم ماضي بسيط، تاني كلهم ماضي بسيط. طب اقول لك ايه؟ اقول لك هنا I ate then I studied my lessons then I went to bed. يعني ايه اللي حصل هنا؟ يعني انا الاول اكلت وبعدين ذاكرت الدروس بتاعتي وبعدين رحت انام. صلى على اللي بيشفع فيه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كده اتكلمنا على استخدامات الماضي البسيط. طيب ركز بقى معايا في اللي جاي لان اللي جاي مهم. عندي حاجه اسمها عادات الماضي. يعني ايه عادات الماضي؟ يعني عادات كانت بتحصل في الماضي، وعندي كام طريقه بتعبر عن العادات اللي في الماضي دي. ركز لان الحته دي مهمه قوي. اول حاجه للتعبير عن عاده كانت موجوده في الماضي باستخدام used to. طيب used to تكوينها ايه اصلا؟ تكوينها السبجكت بلس used to بلس الانفينيتيف، اللهم صل على سيدنا محمد. دي معناها ان عاده كانت موجوده في الماضي ولكنها لم تعد موجوده الان. يعني العاده دي كانت موجوده في الماضي بس ما عادتش موجوده دلوقتي. يعني مثلا على سبيل المثال اقول لك I used to، انا كنت متعود ان انا اصحى متاخر، يبقى I used to wake up late، انا كنت متعود اصحى متاخر. حلو جدا جدا. النفي ازاي بتاع used to؟ النفي بتاعها بسبجكت بلس didn't، ولكن احترس ان بعدها used to مش used to وبعدها infinitive. السؤال ازاي؟ بجيب did بلس السبجكت بلس used to مش used to بلس الايه؟ الانفينيتيف. صلى على اللي بيشفع فيك، اللهم صل على سيدنا محمد. لو جالك سبجكت يعني فاعل بلس ام از ار ووز وير جوت بيكيم، بيجي بعدها يوزد تو بلس الفيرب مضاف اليه اي ان جي. حلو جدا جدا جدا. يعني انت عندي هنا في الاختيارات لو جاب لك الجمله، لو جاب لك الجمله بين الفاعل وبين يوزد تو حاجه من دول، انت على طول بتختار الفاعل المضاف اليه اي ان جي. انما لو جاب لك الفاعل وبعدين يوزد تو فانت بتختار المصدر. اجي لك الحته مهمه قوي قوي قوي. ايه هي؟ انا هنا قلت لك في الجمله اللي فوق قلت لك هنا I used to wake up late. I used to wake up late. يعني أنا كنت متعود أصحى متأخر. طب ركز لي بقى هنا، أنا عندي هنا إيه؟ عندي بعد used to فعل أساسي ولا verb to be؟ فأنت تقول لي يعني إيه؟ أقول لك أنا عندي حاجة اسمها verb to be اللي هي بتكون am is are was where. هل اللي بعد used to حاجه من دول؟ لا طبعا مش حاجه من دول يا مستر. قال لك يبقى النفي بتاعها بدونت او بدازنت. يعني معنى الكلام ايه؟ يعني بص يا سيدي، هقول لك I used to، انا كنت متعود ان انا اصحى متاخر but now، لكن الان I don't، يعني انا دلوقتي ما عدتش بصحى متاخر. حلو جدا جدا، الله يفتح عليك يا مستر. طب لو انا قلت لك بقى على سبيل المثال I used to be lazy، واحد بيقول ان هو كان متعود ان هو يكون كسول، خلاص؟ فعشان انا اغيرها، طب ابص هنا كده بعد used to، هل فعل اساسي؟ يعني فعل ياكل ويشرب ويجري والكلام ده، ولا verb to be؟ لا استنى يا مستر، ده انا عندي هنا be وانت قلت لي هنا verb to be، يعني هنا دي verb to be بعد used to، يعني اعمل ايه واتصرف ازاي؟ اقول لك يا حبيبي، هنا لما تلاقي بعد used to be، انت النفي بتاعها بيكون اهوت ب am not او isn't او aren't. الله ينور عليك. بص يا سيدي اهو،
يعني هنا لو انا عايز انفي الجملة دي فهقول I used to be lazy. حلو. وبعدين but now I am not. يعني دلوقتي خلاص. طب ايش معنى يا مستر انت هنا استخدمت لي don't تمام ولكن جيت لي على الجملة بتاعتي وقلت لها تبقى I am not. اقول لك لان انا هنا بعد used to في verb to be ولكن هنا بعد used to في فعل اساسي والفعل الاساسي نفيه بdon't او doesn't. انما الفعل الاساسي الverb to be النفي بتاعه بقى am not او isn't او aren't. صلى على النبي على رب الرسول السلام. بص يا سيدي verb to be ركز في الحتة دي الماضي بتاعه was or were. الماضي بتاعه was or were. طب النفي بتاعه ركز wasn't او weren't. طيب حلو. verb to have الماضي بتاعه had ولكن النفي بتاعه didn't have. سهلة مفيش فيها اي مشكلة. طيب صلى على اللي بيشفع فيه. كلمت لك عن ايه؟ كلمت لك على حاجه اسمها الباست سيمبل يعني الماضي البسيط. ماضي بسيط يعني تصريف تاني يعني الفعل اللي فيه دي. قلت لك ان في افعال غير قياسيه النفي بتاعه ازاي؟ فاعل بلس didnt. السؤال بتاعه ازاي؟ بجيب did بلس الفاعل بلس الانفينيتيف. السؤال بتاعه ازاي؟ did وبعدين subject بلس infinitive question word did subject infinitive البتاع المبني المجهول بتاعه ازاي الباسيف بيكون المفعول was or were تصريف تاني. طيب ايه الاستخدامات بتاع الماضي البسيط؟ اول حاجة حدث تم في الماضي وانتهى. تاني حاجة مع اف في الحالة التانية. تالت حاجة سرد قصة. رابع حاجة احداث متتالية في الماضي ودي مهمة. طيب بعد كده قلت لك ان انا عندي حاجة اسمها عادات الماضي. عادات حصلت في الماضي كانت بتحصل في الماضي ولكن لم تعد موجودة الان. اول استخدام ليها used to وبيجي بعدها الانفينيتيف. خلاص ولكن احترس ان used to النفي بتاعها didn't use to. السؤال بتاعها did use to. used to لو جه قبلها am is are was where good became بيكون بعدها الفعل مضاف الى ing. احترس ان used to لو بعدها wake up فعل اساسي او اي فعل تاني اي مش لازم wake up اي فعل بيكون النفي بتاعها بdon't او بdoesn't. انما اما يكون بعدها verb to be بيكون النفي بتاعها am not isn't aren't. صلى على اللي بيشفع فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. هنمسح وبعدين ركز معايا بقى في اللي جاي. اتكلمنا عن اول طريقه عن العادات او بتعبر عن عادات في الماضي كانت used to. تاني طريقه بتعبر عن عادات في الماضي اهي تاني طريقه عندنا للتعبير عن عادات الماضي مع ظروف التكرار. مع ظروف الايه؟ التكرار. يعني ايه ظروف تكرار؟ يعني always يعني usually يعني often يعني sometimes يعني every يعني never يعني seldom يعني rarely. يعني حاجة اسمها occasionally يعني بين الحين والآخر. خلاص كتبت لك generally يعني generally. دي اسمها ظروف التكرار. يتم استخدام ظروف التكرار مع الماضي البسيط لتدل على عادة كانت موجودة في الماضي. والله انا كنت دايما بزور جدتي بس فين؟ في الماضي. يبقى اقول لك هنا I always ولكن احترس ان ظروف التكرار بيجي بعدها تصريف تاني لتعبر عن عادة في الماضي. اهو اقول لك I always يعني انا كنت دايما visited my grandmother. يعني انا كنت دايما بزور جدتي. فهنا استخدمت لك ايه؟ استخدمت لك الفاعل بلس اولويز بلس التصريف التاني. سهله جدا مفيش فيها ان شاء الله اي مشاكل ان شاء الله رب العالمين. صلى على اللي بيشفع فيه. دي تاني طريقه للتعبير عن عاده كانت موجوده في الماضي. تالت طريقه للتعبير عن عاده كانت في الماضي حاجه اسمها نو لونجر بيجي بعدها الفاعل ولكن احترس. يعني ايه اصلا نو لونجر؟ نو لونجر يعني لم يعد. طب ما انا كنت بزور جدتي معناها يعني ده كان في الماضي عاده في الماضي وما عادتش موجود. يعني انا لم اقعد ازور جدتي يعني لونجر بتديني نفس معنى used to. طيب هي بيجي بعدها الفعل ولكن في تركيه او في تركيه ان لما بيجي قبلها هي اور شي اور ات اور سنجلر اللي هو الاسم المفرد بيكون بعدها نو لونجر بلس الفيرب مضاف اليه اس او اي اس او اي اس. صلى على اللي بيشفع فيه. انا قلت لك مثلا انا كنت بقرا كتب تمام فهقول لك ايه لو انا هستخدم شي هي كانت بتقرا الكتب فهقول لك شي نو لونجر ريدز بوكس
يعني ايه؟ يعني هي كانت بتقرا كتب. يعني ايه؟ يعني هي لم تعد تقرا الكتب. يعني هي كانت بتقرا كتب في الماضي لكن هي ما عادتش بتقراها خلاص. فانا كاتب لك الموضوع ده علشان تعرف ان شيء او هي او اتم او اسم مفرد لما يجوا قبل نو لونجر لازم الفعل بعدهم يكون فيه اس. صلى على اللي بيشفع فيه. كده قلت لك ثلاث طرق للتعبير عن عاده فين في الماضي. في طريقه رابعه؟ يا سلام، ده في كمان خمسه. الطريقه الرابعه ان انا بيجي لي السبجكت بلس دونت or doesn't plus الانفينيتيف، باجي في اخر الجمله بحط له حاجه اسمها اينو لونجر او اني مور. مهمين جدا جدا. طب اتصرف ازاي مع دول؟ نفس الجمله دي لو انا جيت انفيها او جيت استخدم الطريقه دي عايز اقول ان هي لم تعد تقرا الكتب، هقول she doesn't read books any longer. يعني هي لم تعد تقرا الكتب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يوز ذا تو. تاني حاجه ظروف التكرار. تالت حاجه نو لونجر. رابع حاجه بستخدم جمله منفيه وفي الاخر بيكون اني لونجر او اني مور. خامس حاجه بستخدمها للتعبير عن عاده كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في الماضي، ان انا بستخدم حاجه اسمها وود وبيجي بعدها الانفينيتيف. طيب امتى بستخدم وود والانفينيتيف؟ تعبر عن عاده كانت تحدث في الماضي مرارا وتكرارا. يعني عاده دي كانت بتحصل في الماضي مرارا وتكرارا. يعني مثلا على سبيل المثال هقول لك ايه؟ هقول لك انا كنت متعود اقص شعر قصير، فاقول لك ايه؟ I would cut my hair short. معنى الكلام ان انا كنت متعود اقص شعري قصير. طب صل على النبي مستر. طب انا نفس الجمله ممكن استخدم معاها يوز تو. هقول لك والله انت تمام وبتفهم، بس لاحظ بقى هي الحتت دي مش عندك بس انا لازم اجيبها لك لان انا لازم اخليك تبقى ملم بكل حاجه. في فرق بين وود وبين يوز تو. هسيبك لا هقوله لك. بص يا سيدي انا عندي هقول لك اهو دي يوز تو اللي بيجي بعدها الانفينيتيف ودي وود. ايه الفرق بينهم؟ بص يا سيدي، اولا ان دي النفي بتاعها بيكون wouldn't، انما دي النفي بتاعها بيكون didn't use to. طيب ايه تاني يا مستر؟ تاني حاجة عندنا مع وود ان هنا دي تستخدم مع ظروف التكرار. نعم يا مستر. يعني ايه ظروف التكرار؟ اقول لك انا لسه كاتبها لك اللي هي always usually often sometimes. الحاجات دي ظروف تكرار، انما used to لا تستخدم مع ظروف التكرار. يعني لو جالي جمله فيها always فيها usually فيها الكلام ده ما ينفعش استخدم معها used to، ولكن بستخدمها مع would. طيب صلى على اللي بيشفع فيه. تستخدم مع فور ويكون بعدها اوقات زمنيه غير محدده. يعني ايه تستخدم مع فور ويكون بعدها اوقات زمنيه غير محدده؟ اما يقول لي مثلا على سبيل المثال فور دايز يعني الايام، اما يقول لي فور ييرز لسنوات هل حددت كام سنه؟ هل حددت كام يوم؟ ما حددتش. يبقى هنا اوقات زمنيه غير محدده. خلاص دي بيتم استخدامها مع وود ولكن لا يتم استخدامها مع used to. اهو لا تستخدم مع اوقات زمنيه غير محدده. صلى على اللي بيشفع فيه. ايه بعد كده؟ اقول لك يا حبيبي ان انا عندي وود لا يتم استخدامها مع ظروف الماضي. يعني ايه ظروف الماضي يا مستر؟ اقول لك سهله خالص اللي هي يسترداي امس اللي هي لاست يعني الماضي اللي هي اجو يعني منذ. دي طبعا ظروف الماضي، انما هنا مع يوز تو يتم استخدامها مع ظروف الماضي. يا سلام يا سلام سلم. سهله خالص وجميله خالص، مفيش اي مشكله. موضوع بسيط جدا جدا جدا. ماشي لك من الاول، جايب لك واحده واحده، ماشي لك هو بالتدريج، ما بفوتش فكره. خليك مصحصح معايا ولازم تبقى صاحي وفايق قوي 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 عشان الحاجات دي مهمه. صلى على اللي بيشفع فيه. طيب استكمالا لتركات الماضي البسيط، انا عندي حاجه اسمها اي ويش.
بيجي بعدها ماضي بسيط. بتعمل ايه؟ اي ويش، تعبر عن التمني في المضارع، تعبر عن التمني في المضارع. حلو جدا جدا. واحد قصير بيتمنى انه يكون طويل فيقول ايه؟ يقول اي ويش، انا اتمنى اي وير تو ان انا كنت ابقى طويل. فده يعبر عن التمني في المضارع. لاحظ ان عندي حاجه اسمها وود راذر، تعبر عن عدم الرضا، وعندي حاجه اسمها هاد بيتر، عندي حاجه اسمها اتس تايم. دول بيجي بعدهم برضو ماضي بسيط تعبر عن عدم الرضا. طيب اتس تايم بيجي بعدها ماضي بسيط تعبر عن التذكير واللوم، تعبر عن التذكير واللوم. يعني ايه؟ يعني انا بفكرك بحاجه وبلومك بحاجه، عليك فلوس ليا، طب رجعها يا معلم. فاقول لك ايه؟ اقول لك اتس تايم، يو ريتيرنت، ان انت ترجع ماي ماني، يعني ان انت ترجع ايه؟ فلوسي. صلى على بيشفع فيه. الحته اللي جايه دي يعني بص جحده. جميع الاشياء السابقه اذا وجد في الجمله علامه من علامات الماضي نستخدم معها ماضي تام وليس ماضي بسيط. على سبيل المثال هيقول لي مثلا I wish you this car yesterday. ويقول لي هنا اختار بوت ولا بايز ولا هاد بوت ولا باينج. المستر قايل لي I wish بيجي بعدها ماضي بسيط. بس استنى، انا جيت لك في الاخر قلت لك ايه؟ قلت لك جمله اي ويش لو في ظرف او في علامه من علامات الماضي بستخدم ماضي تام، ما استخدمش ماضي بسيط. طب بص لي هنا كده هتلاقي اخر حاجه عندي يسترداي، علامه من علامات الماضي، يبقى انا في الحاله دي بستخدم ماضي تام، ما استخدمش ماضي بسيط. يعني هتبقى هاد بوت، هاد بوت. صلى على النبي. خلاص كده تمام. احنا اتكلمنا بعد كده ان احنا كان عندنا ظروف الماضي او عادات الماضي. عادات الماضي كان عندنا ايه؟ اول حاجه اتكلمنا عليها يوزد تو. تاني حاجه بنتكلم عليها ظروف التكرار في الماضي، بيجي بعدها تصريف تاني تعبر عن عاده كانت موجوده في الماضي. تالت حاجه نو لونجر، اللي هي معناها لم يعد، لم يعد. رابع طريقه سبجكت بلس دونت اور دازنت والانفينيتيف، وفي الاخر بيجي انو لونجر او اني مور. بعد كده ود والمصدر، تعبر عن حاجات كانت بتتكرر مرارا وتكرارا. ما هي وود هي يوزد تو. طب ايه الاختلاف؟ ايه الفرق؟ ايه التركات؟ كتبت لك التركات. ايه الفرق بين وود وايه الفرق بين يوزد تو؟ صلى على بيشفع فيه. قلت لك ان عندي حاجه اسمها اي ويش، حاجه اسمها وود راذر، حاجه اسمها هاد بيتر، حاجه اسمها اتس تايم اللي بتستخدم في التذكير او اللوم، بفكرك وبلومك. تمام؟ بيجي بعدهم ماضي بسيط. بس خد بالك يا معلم ان لو جاب لك علامه من علامات الماضي فانت في الحاله دي بتستخدم ماضي تام، ما تستخدمش ماضي بسيط. سهلة لحد هنا، الدنيا تمام وجميلة جدا. هنكمل ان شاء الله، ركز معايا. خلاص تمام، احنا كده خلصنا الماضي البسيط. هنخش على الماضي المستمر او الباست كونتينوس. ده اللي هو الماضي المستمر. الماضي الايه؟ المستمر. حلو جدا. تكوينه، بص يا معلم، اي حاجة مستمر فيها فعل اي ان جي. تاني، اي حاجة مستمر فيها فعل اي ان جي. طيب يعني ايه الماضي المستمر؟ بيتكون من ايه؟ بيتكون من الفاعل اللي هو السبجكت بلس ووز اور وير بلس الفيرب مضاف اليه اي ان جي. طب صلى على النبي، النفي بتاعه ايه؟ اي حاجه فيها فيرب تو بي فانا بحط نوت في الاخر. يعني ايه؟ بتبقى السبجكت بتبقى ووزنت اور ويرنت بلس الفيرب اي ان جي. السؤال بيكون ازاي؟ ببدا بووز اور وير بلس السبجكت بلس الفيرب مضاف اليه اي ان جي. طيب المبني للمجهول بيكون الاوبجكت اللي هو الباسيف، اهوت هكتب لك عشان تبقى عارف. اهو الباسيف بيكون الاوبجكت بلس ووز اور وير بلس بينج بلس التصريف الثالث للفعل. صلى على سيدك النبي، صلى على اللي بيشفع فيه.
object was or where being والتصريف الثالث. طيب ماشي يا مستر انت على دماغنا، اديلي بقى مثال. بص يا معلم انا امبارح الساعة 2 كنت بصلح العربية بتاعتي. طيب يعني هقول لك هنا I was repairing my car، يعني انا كنت بصلح العربية بتاعتي at 2 o'clock yesterday، امبارح والله الساعة 2 كنت بصلح العربية بتاعتي. يبقى ده حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي. يبقى الاستخدامات من المستخدمات الشهيرة او حدث كان مستمرا في وقت ما في الماضي. صلى على اللي بيشفع فيه. هل علامات او في علامات للماضي المستمر؟ كتير جدا. ايه العلامات بتاع الماضي المستمر؟ اهو علاماته، اما يجيب لي ات وبعدين وقت وبعدين يسترداي، اما يجيب لي ات ووقت لاست مانس، ات ووقت لاست يير، اما يقول لي ذس تايم هذا الوقت لاست مانس، او هذا الوقت يسترداي، او هذا الوقت لاست يير. يعني لما يحدد لك وقت معين في الماضي فده ماضي مستمر. طيب ماشيين لحد كده زي الفل والموضوع ماشي تمام. طيب انا هنا قلت لك I was repairing my car at 2 o'clock yesterday، لو بنفيها I wasn't repairing. طيب بعمل سؤال هقول لك Were you repairing your car at 2 o'clock yesterday؟ بعمل WH question فهقول لك What were you repairing؟ طيب لو بعملها مبني للمجهول او باسيف فهتبقى عندي هبدأ بالمفعول اللي هو الأوبجكت اللي هي my car، يبقى my car. المستر قال لي ان الباسيف بيكون المفعول، بعدين was أو where being والتصريف تالت. my car طبعا مفرد فهيجي معاها was، يبقى was being repaired at 2 o'clock yesterday، يعني العربية بتاعتي كانت بتتصلح الساعة 2 امبارح. هو بقى ايه؟ بص يا معلم الافعال مهم، اللي هقوله ده مهم. الافعال التقريرية لا يتم استخدامها مع الماضي المستمر او الازمنة المستمرة. ركز الحتة دي مهمة 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 جدا. ايه هي الافعال التقريرية؟ افعال الشعور والحواس والادراك لا يتم والحب والكراهية طبعا لا يتم استخدامها مع الازمنة المستمرة، يعني ما بستخدمهاش مع الماضي المستمر. يعني زي ايه؟ بص يا حبيب قلبي عندي سميل، عندي سي، عندي تاتش، عندي تيست، ايه كمان؟ طبعا عندي appear، عندي disappear، عندي realize، عندي recognize، عندي ايه كمان؟ عندي like، عندي love، عندي sound، عندي hate، عندي dislike، خلاص عندي deny، عندي admit، عندي understand. دي افعال تقريرية. يعني ايه افعال تقريرية؟ لا يتم استخدامها في الازمنة المستمرة. حلو. وبعدين ولكن احترز بقى، انا لازم اصحيك لحتة، في شوية افعال بيجوا مع المستمر وممكن ما يجوش مع المستمر. ايه هم؟ بص يا حبيبي انا عندي اول حاجة هاب، هكتب لك هنا تأتي مع المستمر وهنا لا تأتي مع المستمر. اهو طيب هاف اما تيجي مع المستمر بيكون معناها يتناول، بيكون معناها يتناول، يعني ياكل يعني يشرب. طيب هاف اما ما تجيش مع المستمر معناها يمتلك او يملك. اهو يملك. حلو. طيب اسمال بتيجي مع المستمر اما يكون معناها بيشم، عمال يشم. اهو طيب امتى ما تجيش مع المستمر اما يكون معناها رائحته، يعني يقول لي ايه مثلا؟ يقول لي this food، هذا الطعام ريحته جيدة، فاقول له ايه؟ this food
smells good. شوف انا ما جبتهاش في الفيرب اي ان جي، جبتها في اخرها اس في المضارع البسيط، يعني هتيجي في مضارع بسيط او ماضي بسيط، لكن ما تجيش في مستمر. طيب عندي لوك اما يكون معناها ينظر بتيجي في المستمر، اما يكون معناها يبدو لا تاتي في المستمر. يعني اقول لك this building looks beautiful، هذا المبنى يبدو جميل، خلاص. فانا هنا طبعا بتيجي في البسيط، لكن ينظر تيجي في المستمر. عندي الفعل سي يرى. الفعل سي لما يكون معناها يرى لا تاتي مع المستمر. اما يكون معناها يقابل اصدقائه او يحدق فيه، يعني عمال يبرق يدور على حاجه معينه، دي بتيجي مع المستمر. صلى على اللي بيشفع فيه. عندي الفعل سينك يعني يفكر. اما يكون معناها يفكر بتيجي مع المستمر. اما يكون معناها يعتقد لا تاتي مع المستمر. لما يعني مثلا اقول لك ايه، I think he is a liar، يعني اعتقد ان هو كذاب، ما تنفعش تيجي في مستمر خالص، لان هنا معناها اعتقد. طيب صلى على اللي بيشفع فيه. عندي الفعل واي يعني يزن. اما يكون يزن عمال يوزن في حاجه بتيجي في المستمر، انما اما يكون معناها وزنه لا تاتي في المستمر. طب اديني مثال على الحته دي. اما اقول لك this bag، هذه الحقيبه، وايس تزن 1 كيلوغرام، يعني بتوزن 1 كيلوغرام. سهله سهله. افعال تقريريه مهمه جدا جدا جدا. يعني اما افعال التقريريه بيجي لي بستخدم مضارع بسيط او ماضي بسيط، ما ينفعش استخدم مستمر. جميله، تحفه تحفه كده، قاعده جميله جدا ان شاء الله رب العالمين. كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان ايه؟ بديك تريكات ماضي بسيط وتريكات ماضي مستمر عشان نخش على الروابط بتاعتهم. ايه الروابط بتاعتهم؟ اول حاجه عندي وايل، نسد خط كده الاول. اول حاجه عندي وايل اللي هي ايكوال ايه؟ ايكوال از. ايكوال ايه؟ ايكوال جاست از. بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم ماضي مستمر. ماضي مستمر امتى؟ حدثين مستمرين في نفس الوقت في الماضي، حدثان مستمران في نفس الوقت في الماضي. بينما 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 انا كنت بذاكر صاحبي كان بيلعب كوره، فاقول لك ايه؟ ده حدثين بيحصلوا في نفس الوقت، فاقول لك وايل اي was studying، يعني بينما انا كنت بذاكر، my friend اللي هو صاحبي او صديقي، was studying يعني كان عمال يذاكر، كان عمال بيلعب كورة، was playing football. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنا طبعا وايل بعدها ماضي مستمر، والجملة الثانية ماضي مستمر. سهلة جدا وبسيطة جدا جدا جدا. ده أول استخدام لوايل as just as، بيجي بعدهم ماضي مستمر والجملة الثانية بتكون ماضي مستمر. طيب تاني حاجة وايل وآز برضو equal just as، بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم ماضي مستمر والجملة الثانية ماضي بسيط. امتى؟ حدث كان مستمرا في الماضي بينما قطعه حدث اخر. تاني شوف شوف، طب هكتبها لك وبعدين همسح. حدث ماضي مستمر اهو، وبعدين الجملة الثانية بتكون ماضي بسيط، لازم امسح. ده تمام. اتكلمنا اولا ان احنا عندنا past continuous اللي هو الماضي المستمر، subject plus was or were plus الverb ing، النفي بتاع wasn't or weren't verb ing، السؤال بتاعه was or were subject verb ing، بس بتاعه object was or were being، والتصريف التالت. طيب حدث كان مستمرا في وقت ما في الماضي، ده استخدام. طيب علامات at وبعدين وقت، امبارح بقى، السنه اللي فاتت، الشهر اللي فات، في الوقت ده امبارح، في السنه اللي فاتت، الشهر اللي فات. افعال تقريريه، الافعال التقريريه لا يتم استخدامها مع الازمنه المستمره. قلنا الافعال التقريريه، وبعدين قلت لك ان في افعال ممكن تيجي مع المستمر وافعال ما تجيش مع المستمر. الدنيا جميله وقاعده جميله والشرح جميل، والله متفائل بيكم ان شاء الله رب العالمين. طبعا كل ده عشان احنا هنتكلم عن روابط معينه. وايل ايكوال از ايكوال جاست از، بيجي بعدها ماضي مستمر، الجمله الثانيه ماضي مستمر، حدثان مستمران في نفس الوقت في الماضي. انا قلت لك ان عندي وايل ايكوال از ايكوال جاست از،
بيجي بعدهم ماضي مستمر ماضي بسيط. امتى؟ حدث كان مستمر بينما قطعه حدث اخر. حدث كان مستمرا في الماضي بينما قطعه حدث اخر. ازاي؟ والله انا كنت قاعد مزاجي حلو وبتفرج على التلفزيون، وبعدين لقيت صاحبي قام اتصل عليا قطع الفرجه على التلفزيون. فخد بالك ان الحدث الاول يعني الحدث الاطول يكون ماضي مستمر، انما الحدث الثاني الحدث الاقصر يكون ماضي بسيط. يعني ايه ماضي بسيط يا معلم؟ يعني التصريف الثاني للفعل، التصريف الثاني. طيب حلو جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب يعني انا هنا قلت لك ان انا كنت بتفرج على التلفزيون، يبقى while I was watching TV، وانا كنت بتفرج على التلفزيون my friend صديقي called me يعني كلمني اتصل عليا. يبقى حدث كان مستمر اطول، جه حدث تاني اقصر، جه في الماضي البسيط لانه قطع الحدث الاول. ركز بقى في الحته اللي جايه دي. while بيجي بعدها verb ing، والجمله الثانيه بتكون ماضي بسيط في حالة عدم وجود فاعل. يعني ايه في حالة عدم وجود فاعل؟ يعني مفيش فاعل. يعني ايه فاعل اصلا؟ اسم شخص او ضمير بيعود عليه. احمد هي، منى شي، احمد ومنى زي، فيا اما اسم شخص يا ضمير. فيجيب لي جملة ويقول لي while lunch my mother called me. وقول لي هنا هتختار كوكسي ولا ووز كوكينج ولا كوكد ولا كوكينج. حبايبي طبعا اول ما هيلاقوا وايل هيقول لك انا هختار ووز كوكينج. لا بس ما فيش هنا فاعل يا معلم، فانا هختار هنا كوكينج لعدم وجود فاعل. صلى على بيشفع فيه. يجي لي يقول لي وايل لانش قام عامل لي كده، بيقول لي my mother called me يعني امي نادت عليا، ويقول لي اختار يا معلم بقى، هل هي كوكس ولا was cooking ولا cooked ولا was being cooked. طبعا سهلة خالص وبسيطة. اول ما هيلاقوا وايل برضه هيروح يختار ووز كوكينج. ولكن هنا بص، هنا الغداء بيطبخ ولا بيطبخ؟ بيطبخ. يبقى ده مفعول، مفعول حزين اهوت، يبقى ده مفعول. يبقى يجي بعده ايه؟ المستر قال لي مبني المجهول في الماضي المستمر بيكون المفعول بلس ووز او وير بينج، والتصريف ثالث يبقى ووز بينج كوم. سهله جدا جدا جدا. صلى على النبي. انا هنا قلت لك وايل بيجي بعدها فيرب اي ان جي، ماضي بسيط في حاله عدم وجود فعل، ويكون فاعل الجملتين واحد. يعني الفعل هنا هو الفعل هنا. فيجيب لك مثلا جملة ويقول لك while eating lunch my mother called me يعني أمي نادت علي. طيب ويقول لي مين هنا اللي كان بياكل؟ شوف بقى وتلخبط ناس كبير قوي الجملة دي. فانا بص الاقي عندي وايل بعدها فيرب اي ان جي. طب مين اللي بياكل، الام ولا الابن؟ كله يقول لك الابن. لا ازاي؟ انا قلت لك فعل الجملتين واحد في حاله وايل بعدها فيرب اي ان جي. فعل الجمله الثانيه ماي ماذر، يبقى فعل الجمله الاولى ماي ماذر، لان فعل الجملتين واحد، الفعل هنا هو الفعل هنا. ان شاء الله اتمنى ان تكونوا استفدتوا. الحاجات دي تتذاكر تتذاكر. بص دوبها كده واشربها، احفظها احفظها. طيب الورق اللي بعته لك بتاع الكلمات هيتسمع يوم الاثنين ان شاء الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحاجات دي تتذاكر كويس، تتحفظ تتحفظ. اجهز واستعد للمحاضره اللي بعد كده ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم.